السلام عليكم. هذا نداء الاول الى رئيس الجمهوريه والى وزير الحكومه ووزير التجاره. من فضلكم تنتبهوا وتاخذوا نظره لهذا التجار هذو. راكم فرضتوا علينا قوانين رانا ما قدرناش. اول راكم فرضتوا علينا بنك، درنا عندنا وثائق، درنا وثائق اتصلنا بالبنك باش نقدر انا نجيب هذا نستورد من الخارج هذا سبوت هذا راكم تعطوا تقولوا باللي محظور هذا. انا ما رحتش جبته هكذاك، انا عندي طريقه مشيت بها هزيت درت فاتوره تاعي ديتها للبنك، البنك عطاتني اوكي اوكي انا جبت سلعه فينالمون قلت لك السلعه تاعي هنا بعد يقول لي هو انا السلعه هذه محظوره. نحب نحوس على حاجه تحميني برك من القوانين اللي راهي كل يوم قانون جديد. انت باش تسمح لي اني نوطن هذه السلعه وانا مستوردها وتعطيني تقبل لي نوطنها وتعطيني ديلي باش نشارجيها وشهر نشارجيها نشحنها كي توصل للميناء لهنا تقول لي هذا المنتوج محظور باي حق اخويا؟ وش من حقي يسمح لك؟ وزيد انا حاب نفهم حاجه، العالم كامل يصنف هذا السبوت بضم مع المصباح هنا في الجزائر كذا تصنفوا تمع الثريات هذا ما كان. شوفوا الحانوت فرغان ما عندنا سلعه ما عندنا والو، الديبوا تاعنا كلهم فراغ. ما كي يخطيناش هذا كي يخطينا هذا وفلان 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 احنا ما خدموش، احنا راح نسكروا فهمت خويا؟ احنا كي يخطونا هذم لي زامبورطاتور هذا احنا رانا دوزيام نعاودوا لازم لنا دوكا هذا هما تعاونوا هذم بيعاونونا احنا فهمت؟ كي تعود سلعه تاع ما كانش هو عنده هنا اوبليجي يزيد لها. خويا وزاره التجاره ماهيش مانع هذا البرودوي رانا جبناه في اطار قانوني، رانا فايت ال 200 و 300 حاويه يعني راني حسبتهم انا فايت ال 200 حاويه هنا في الكارطي هذا تاع الشارع هنا تونا اي فايت ال 200 حاويه. راهم لاصقين في عنابه في الجزائر بارتو في الجزائر 90% من الحاويات راهم في عنابه الباقي راهم مفروق. نطلبوا ان شاء الله يديروا لنا حل. اطلقنا في حل استثنائي ان شاء الله يطلقونا ان شاء الله ودرسوا القضيه واش كاين واش قالت الدوله. انا يعني ماناش الناس اللي راهي جايب حاجه ممنوعه، انا لا بوزيسيون ما عندهم ما دخلني فيها.